تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور الوالد سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة رعاه الله، يقام المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في إمارة الشارقة الذي يخدم الأجندة الوطنية للدولة وأهداف التنمية المستدامة. ونحن نتكلم اليوم عن الإعلام الطبي، ما هي ميزات الإعلام الطبي، تحدياته في الفترة القادمة، وكيف نقدر نحن نخدم هدف التنمية المستدامة الجودة وصحة الحياة في هذا اليوم؟ إن شاء الله كونوا معنا.